أهلا فيك معنا وكل عام وأنتم بخير والعالم بخير بمناسبة اقتراب حلول عيد ميلاد المولود. ماذا تود أن تقول في هذه المناسبة الجميلة لكل المسيحيين في فلسطين وفي العالم كله؟ أكرر رسالة السماء، المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، وفي الناس المقرة، رغم أن الناس في هذه الأيام وإسرائيل بالتحديد لا تعطي لله مجدا في العلا ولا تضع في الأرض سلاما ولا تترك لأحد في فلسطين مقرة، لكن العيد هدفه روحي وفرحنا الروحي لا يستطيع أحد أن ينزعه منا، لأن الفرح الفلسطيني هو أحد قواعد الصمود الفلسطيني على هذه هي أولا. يعني بالرغم من كل الظروف التي نمر بها إلا أننا دائما نخلق الفرح وسط العتمة وبين كل الحواجز وكل الإرهاب الذي اتخذ ضدنا، إلا أننا دائما نحاول أن نخلق الفرح الذي نحلم. أؤكد ثانيا على هدف الميلاد، هدف الميلاد. المسيح عليه السلام قال: إني لهذا ولدت ولهذا أتيت إلى العالم لأشهد للحق، فكل من كان من الحق يسمع صوته. إذا الميلاد هو دعوة إلى أن تترسخ العدالة في الأرض وأن تكون العدالة حامية للشعوب لا حامية لأخطاء العنصرية والقوة والسيطرة على الناس. نحن في هذه الأيام نريد مسيحنا أن يكون فعلا شاهدا للحق، أن يقرع أبواب الخيام ويقول لا يجوز للأطفال والنساء والشيوخ أن تعيش في الخيام، أن يقرع أبواب المستشفيات ويقول لا يجوز أبدا أن يموت هؤلاء الناس هكذا مسحوقين تحت أقدام الدبابات، أن يقرع دائما أبواب المدارس ليقول لا يجوز أبدا أن يرتعد هؤلاء الأطفال من صوت الطائرات والقنابل. يجب أن يدخل الحق إلى كل بيت، إلى البيت، إلى الأم، وإلى قلب الأم، وإلى قلب الأب، وإلى قلب الجنين، ليشهد للحق. الحق أن تفرغ السجون، الحق أن تجد الأم طفلها بين يديها، الحق أن نعيش بكرامة وحرية مثل ذاك الشعوب. هذه هي أهداف الميلاد الأساسية. إذا أهداف الميلاد هو اللي هو الحق أن يكون في أرض الحق وأرض السلام، أرض الزيتون فلسطين التي هي دائما يعني تعتبر أرض مباركة تدعو للحق والحرية، وكلنا أمل إن شاء الله بفضل فتاحنا الطويل أن ننال حقوقنا إن شاء الله. إذا الميلاد هو دعوة محبة للجميع، للجميع كل الناس. لكن إسرائيل تجاوزت كل الحدود الحمراء وأفسدت حقوقنا أو حقوق الإنسان العادي في حرية العبادة، لم تتوفر خاصة في أيام عيد الميلاد. لا نستطيع أو لا يستطيع الإنسان الفلسطيني أن يزور مدينة بيت لحم وأن يزور هناك أو يقوم بأداء وقائع عيد الميلاد المجيد في هذه المدينة المقدسة التي ولد فيها السيد المسيح. فماذا تقول حول هذا الموضوع والآن تمر السنوات تلو السنوات ونحن نحرم من الوصول إلى مدينة بيت لحم لأداء شعائر عيد الميلاد وهي أبسط حقوق حرية العبادة؟ أنا أريد أن أتوجه إلى أبناء فلسطين مسلمين ومسيحيين، لأن عيد الميلاد هو عيد المسلمين كما هو عيد المسيحيين، لأن الوطن واحد والتراث واحد والحضارة واحدة والأعياد واحدة والفرح واحد والتحدي أيضا واحد. يا شعبنا الفلسطيني، يا أبناءنا في كل مكان، هذه الهجمة الشرسة تدعوكم إلى التفكير بأنه أولا هذا الزمان
هو زماننا، ويجب علينا أن نبني لهذا الزمان تاريخا. يعني لا يجوز أن نفرغ أنفسنا من هذا الزمان ونعتبر أنفسنا إنه إحنا من جيل ثابت أو من جيل لاحق. هذا هو وقتنا، وهذا هو صراعنا، وهذا هو وضعنا، ويجب أن نقبله ونعيش فيه وننتمي إليه، إلى هذا الزمان، ونتواجد في هذا الزمان ولا نخرج منه. فلا يفكر أحدا، لا يفكر أبدا أحد منا أن يخرج أولا من هذا الزمان. ثم إن نحن في هذا المكان، في هذا المكان، هذا المكان مكاننا، ولدنا هنا ونعيش هنا ونموت هنا وندفن هنا، ومن له في الأرض قبر فله في الأرض وطن. ثانيا، هذا المكان، هذا الزمان، هذا المكان، هذا الوطن هو وطن، ولا يجوز لنا أن نفرط ولا بضرة واحدة. لا يقول المسيحي أنا مالي ومال فلسطين، كان فلسطين ما هو هذا الزمان هو زمانه، وهذا المكان هو مكانه، وهذا الوطن هو وطنه، ولا يجوز أن يخرج منه. ولكن أيضا فوق كل ذلك، هذا الإنسان الموجود في فلسطين هو إنساني، المسلم هو إنساني. فلهذا أنا كمسيحي في هذا الزمن الميلادي، حيث أوعى السيطر على حقيقة ما يدور حولي زمانا وأرضا ووطنا، السيطر أيضا على الإنسان. هذا الإنسان الذي هو بجانبي هو إنساني، وعليه أن أتكدس به وأتمسك به، وهو أخي، ومعه أخرج دائما من الكنيسة أو من الجامع، أخرج دائما معه لأبحث عن حريتي وعن حقي في هذا الأرض، ولا أحد يقصدني عنه. الآن إحنا مسيحيين، إحنا مسلمين، كلنا فلسطينيين. نعم، في الجوانة وفي الكنائس، لكن خارج الجوانة والكنائس نحن أبناء فلسطين، وعلينا أن نبني وطنا واحدا وزمانا وتاريخا واحدا وشعبا واحدا وإنسانا واحدا. الآن إسرائيل أغلقت يعني في وجه كل الناس، أغلقت أولا في وجه الرئيس، في أرض الرئيس في رام الله، يعني حتى هذه السنة الثالثة تقريبا رسالة الرئيس لا يصل إلى بيت لحم. يا أخي الرئيس في رام الله بكى من أبنائك المسيحيين في كل أرجاء فلسطين، بكى كل المحبة والوفاء. أنت في رام الله والحفلات تقام في بيت لحم، حيث أنت هناك شعب فلسطين وفي قلبك تجري احتفالات عيد الميلاد، وحيث شعب فلسطين فهناك أنت. فإن كنا في المهدي نصلي فأنت في قلوبنا، وإن كنت في رام الله فنحن نعيش في قلبك أعياد الميلاد. تحية لك من أبنائك المسيحيين في عيد الميلاد. نعم، بالتأكيد أن الشيخ الرئيس دائما يكون معنا في كل المناسبات، حتى لو كان بعيدا فهو دائما يبقى معنا بروحه وبرمزه بالنسبة للشعب. نعم، هذا الحدث الكبير. الآن أغلقوا هم بيت لحم أمام الرئيس، ولكن أغلقوه أيضا أمام الفلسطينيين، أمام الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين أيضا. ولهذا أنا من هذه من هذا الموقع، من هذا المكان، أصرخ في أبناء بيت لحم وبيت جالة وبيت صحور والخليل وكل ضواحي بيت لحم، حين يعيش علينا
أن نذهب هناك ولا نستطيع، فأنتم يجب أن تمنعوا جوانب كنيسة المهد. لا يجوز لكنيسة المهد أن تفرغ من وجوهها الفلسطينيين من كل مكان. أحيط بغرفة البطريرك ميشيل الصباح والكهنة والمسيحيين إخوتكم وعددهم قليل في بيت لحم، وأحيو عيد الميلاد الفلسطيني في مقر فلسطين. الآن إسرائيل هي ملاحظة عنهان أريد أن أفرغها من حبل. إسرائيل في حياتنا اليومية مع ذلك كيف؟ لا يوجد صعوب يعني تتحمل ما يتحمل الإنسان الفلسطيني، يعني شيء غير إنساني بالمرة. تعزلنا عذابات كثيرة جدا، كنا في أعياد عيد الميلاد حتى تعمل شوية دعاية هون وهون، فتتصل بنا وتقول ها نحن نعطيكم تصريح لتذهبوا إلى عيد الميلاد لتصلوا فيه. ما هذا؟ إحنا فقط الكلام لنا بهذا المعنى هو إهانة للشعب الفلسطيني والشعب المسيحي. نحن نرفض أن توجه إلينا دعوة أن نذهب لنصلي في بيت لحم. بيت لحم أرضنا والذهاب إليها حقنا، وتواجد هناك تواجدنا، ونحن الذين سنكون هناك وهم الذين سيخرجون. وحرية العبادة من أبسط حقوق الإنسان، يعني هذه في كل العالم معترف فيها أن كل إنسان حر في عبادته، يستطيع أن يؤديها في أي مكان يشاء، يستطيع أن يذهب ويعني في بلد واحد. ولكن ما نراه الآن هو أن المدينة الواحدة مقسمة، وأن هناك مئات من الحواجز التي تفصل بين منطقة وأخرى. أكثر من الحواجز هناك في يعني في التاريخ، يمشي التاريخ الطريق الرئيسي، الطريق التاريخي الذي سلكه المسيحيون من كافة أرجاء العالم بين القدس وبيت لحم. كانوا في جدار أغلقوا الطريق التاريخي، يحاولون تغيير التاريخ، تغيير مسار التاريخ. أصلا نحن كفلسطينيين نشعر ونحس بأنهم يوم أقرت بريطانيا وأمريكا طبعا إقامة أو إرجاع إسرائيل إلى تاريخ فلسطين، أقاموا المآسي في هذه الأرض. ونذكر نحن في كل يعني محبة لقداسة البابا بيوس الثاني عشر حين سمع من ترومان بأنهم يريدون أن يؤسس دولة إسرائيل في فلسطين، قال قداسة البابا لترومان: تستطيعون أن ترسلوا اليهود إلى أي نقعة في العالم، لا ترسلوهم إلى فلسطين لأنكم ستخلقون مشاكل ومآسي في فلسطين لن تنتهي في خلال عقود قريبة، لن تنتهي. ونحن نرى هذه المآسي كيف تحققت، وكانت رؤية البابا صادقة. لأن فلسطين مهد الديانات، يعني لابد أن تكون يعني بلاد مفتوحة للمسلمين وللمسيحيين ولليهود، كل يستطيع أن يؤدي عبادته، وهذه أبسط حقوق البشر. ولكن ما نراه اليوم على الأرض هو عكس هذا، وكلنا أمل يعني بالتأكيد أن تصفو أو أن يستيقظ الصمت الدولي من ثباته، وأن يكون هناك حدا لكل هذا العنف وهذه العنزهية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزاء. نعم، ولكن أنا أريد أيضا أن أذكر شيئا مهما، أن شعب فلسطين والمسيحيون والمسلمون في هذه البلاد يجب أن يتمحوروا حول بيت لحم والمقدسات. في ملاحظة في العالم بالنسبة إحنا الفلسطينيين أو في الشرق الأوسط اللي يسموه في الشرق هذا، إنه أكثر البلاد قداسة الموجودة في هذه المنطقة، أكثر المناطق قداسة هي أكثر المناطق المعرضة
لزوجي كرامتها. أكثر المناطق المعرضة للإهانات. للأسف. نعم. للأسف. ونحن نرى في فلسطين بيت لحم. المات المسيح كيف أغلق في وجه المسيحيين وكيف هو مغلق الآن؟ وكيف يحيط الأعداء بمصر ببيت لحم فيغلقون عليها نفس الحياة؟ وأيضا يغلقون القدس المسجد الأقصى في وجه المسلمين. كل يعني مقدسة. نعم. يغلقونها. ولهذا يجب أن نتمحور حول هذه الأماكن المقدسة كما تتمحور الصدفة نحو حول الحياة التي فيها. هذه الحياة التي في داخل الصدفة ستتحول مع الزمن إلى لؤلؤة. نعم. بلادنا الفلسطينية فيها لآلئ. بيت لحم والمسجد الأقصى والقدس هذه لآلئ العالم. ولهذا يجب أن نعيش متمحورين حوله. ثم عفوا لمقاطعتك، في معنى اتصال من السعودية من أخت فاطمة الشهري. السلام عليكم. أهلا فيك. السلام عليكم. كيف حالكم؟ طيبين؟ أهلين. أهلا. تحياتي والله للشعب الفلسطيني وتحياتي للشعب المعاشر في الاستوديو، وأيضا أتمنى مثل ما وصل صوتي إن شاء الله إلى فلسطين نوصل إلى فلسطين إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله وندخل فلسطين، ندخل القدس إن شاء الله جميعا كعرب. هذا أملنا أن يحل السلام. مسلمين أو مسيحيين أو بالتأكيد. يعني كلنا أمل أن تكون فلسطين بالطبع بلاد مفتوحة للجميع، وأن يكون فيها المسيحيين والمسلمين واليهود أيضا ليعيش الجميع بسلام ويمارسون حق العبادة وحريتهم في التنقل. تمنياتي والله للشعب الفلسطيني بالأمن والأمان إن شاء الله. يحكم الأستاذ والسيد ياسر عرفات ويكون حكم إسلامي إن شاء الله عربي ويكون قريبا إن شاء الله. بارك الله فيك أختي. شكرا جزيلا لمشاركتك. والأخ الأب نوال مسلم بيعي سيدة الفاطر أحييكي من مدينة غزة ومن مدينة بيت لحم ومن القدس. الله يسلمك. وأؤكد على أن هذا العيد هو عيد الشعب الفلسطيني والشعب العربي والمسلم. وأيضا أريد أن أذكر بأنه سنة 648 ميلادية دخل مدينة بيت لحم يعني دخلها إنسان خارق العادة، خارق العادة، الخليفة رضي الله عنه عمر بن الخطاب، ودخل كنيسة المهد وصلى فيها وقال للمسلمين صلوا فيها رجلا رجلا ولا تجمعوا فيها صلاة ولا يؤذنوا فيها ولا يغيروا فيها شيء، فنحن نصلي سوية في كنيسة المهد مسلمين ومسيحيين ونعيش صلاحة الإسلام. ومن المسيحيين إخوتكم، المسيحيين إخوتكم في فلسطين، في إخوتنا المسلمين في كل مكان، وإلى السعودية وإلى مكة المكرمة تحية الميلاد. وأنا كمان أبغى أشكر كمان الأخوان العرب اللي في كنيسة المهد لما على أيام ما حموا أخواننا الفلسطينيين المسلمين، وهذا الشيء يعني يشرفني حقيقة كمسلمة كعربية. وتحياتي والله لهم لجميع الشعب الفلسطيني سواء كان مسلم أو مسيحي أو يهودي، فإن شاء الله نجتمع على خير إن شاء الله. بارك الله فيك فاطمة وبروحك الطيبة، وهذا ما نحلم فيه كفلسطينيين، أن تكون بلادنا للجميع ويستطيع الجميع التنقل فيها في كل مكان، وفي تلك اللحظة ستكون من أحلى البلدان وأجملها بالتأكيد. أب منويل، يعني في هذا العام يعني العام الرابع في كل الانتفاضة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، فما هي مظاهر الاحتفال في هذا؟ كان أبوي يقول بكلمة بحبها من أبوي لليوم، يقول يابا
بإشباع الشادة وراها حيطان جايعة مثل سلاح من الأرض. صحيح، ولكن لا يفرح قلب أب وأبنائه متأملين بهذا النوع. فالمسيحيون في فلسطين أولا ألغوا جميع الاحتفالات ومظاهر الفرح خارج الكنائس، ونحن نكتفي فقط بالصلوات، أداء شعائر الصلاة. نعم، أداء الشعائر الدينية، يعني لا يوجد تزيين لشجرة عيد الميلاد التي أثرنا أمرها أو كانت يعني تعطي غاية في صورة للفرح، والجنات والطبول والكشافة والعضواء والسد المجهول واللقاءات، كل هذا نحن يعني ألغي ونكتفي بالصلاة فقط في داخل الكنيسة من أجل التضامن مع إخوتنا الشهداء والأسرهم والمتألمين، وأيضا إخوتنا السجناء والمتألمين منهم المرضى خاصة، ومع جميع الأمهات الحزانة. وأسجد من هنا من غزة مع رفح وخان يونس ودير البلح وكل مدن الضفة الغربية التي تدمر ويذبح أهلها هناك. وبنفس الوقت لغزة نحن ننتظر ونوجه من غزة محبة وتحية الميلاد لقبة البطريرك ميشيل الصباح، لما رأى قبة البطريرك ميشيل الصباح أن أبناء غزة لا يستطيعون الذهاب للصلاة في بيت لحم يوم الأحد هذا الموافق 21 شهر، سيأتي هو لإقامة صلاة العيد في داخل غزة. ولهذا نحن من كنيسة غزة نرحب بقبة البطريرك ضيفا عزيزا على غزة، ونحيي ايضا من الكنيسه تلفزيون فلسطين لانه له كل الاحترام والمحبه والتقدير كل العاملين في هذا التلفزيون، ونبشر العالم رغم كل ذلك بانه احنا الشعب الفلسطيني ابناء سلام، وعشنا حياه السلام ورضعنا السلام من طفولتنا من كتبنا المقدسه. نحن سنكون دعاة سلام بالعالم. هناك اتصال هاتفي ايضا من احد المواطنين من جنين، جنين العظيمه، الاخ بلال. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا فيك وتحيه لكل اهلنا الصامدين في جنين البطله. الله يسلمك، واحنا بنحب نسلم على الاب منويل. اهلا بك. نسلم لانه جارنا وعزيزنا، كنا احنا وياه دائما مع بعض. هو بيعرفنا بلال، ذكرنا من جنين من صبابيه. نبارك لكم بعيد الميلاد المجيد، ونأكد على شغله واحده، نحن مسيحيين ومسلمين كلنا شعب واحد، نجدد العهد والولاء والتحيه للاخ القائد الرئيس ابو عمار الموجود في رام الله، ومن خلال شاشتنا العظيمه تلفزيون فلسطين وقناه فلسطين الفضائيه نبعث برقية تهنئه بمناسبه فوز الشبيبه الطلابية بالجامعة العربية الأمريكية اللي بيعرفها الأب منويل قريب من بلدة الجدار ببلده اللي كان فيها، وكل الحب والولاء والدعم للسيد الرئيس باسمنا جميعا مسلمين ومسيحيين، والله جاء النبي انه يجمعنا جميعا في القدس الشريف ان شاء الله لتحرير الأقصى الشريف وعودة جميع المقدسات وتحرير بلادنا من الاحتلال، وأن يعم السلام العادل والدائم جميع هذه الربع. بارك الله فيك. شكرا. وكل عام وأنتم بخير جميعا. شكرا لك أخ بلال، وكل عام وأنت بخير أيضا والأهلنا في جنين. ومعنا اتصال آخر من أخ ياسر من القدس. السلام عليكم. أهلا فيك، أهلا فيك أخ ياسر. ياسر فيك من القدس. أهلا فيك وتحياتنا لك ولكل أهلنا في القدس الحبيب. حياكم الله. أهلا فيك. بنحب نقدم الثانية بالأعياد كلها للإخوة المسيحيين في كل فلسطين، وبقدم تحية خاصة لإخواننا وأولادنا الأسرى في السجون الإسرائيلية، وأخص الذكر طبعا اسمي المحكوم مؤبد عمره 17 سنة، ونطلب دعاء الإخوة المسيحيين والمسلمين الشباب في السجون. بارك الله فيك. شكرا لك وتحياتنا لك ولجمودك أيضا ولكل أهلنا في القدس. بارك الله فيك. إذا يعني ما
نمر نحن الفلسطينيين بظروف صعبة وقاسية من قبل إسرائيل، من تدمير ومن تفريق بين الأسر وقطع أوصال الوطن، ويعني في مختلف أمور حياتنا الفلسطينية أصبحت مدمرة بفعل الاحتلال وتقصده أو أن يوجه لنا هذه الضربات المستمرة وهذه الهجمات الكبيرة لتدمير الإرادة أو كسر إرادة الشعب الفلسطيني، إلا أن إرادتنا أبدا لا يمكن أن تكسر. لكن كيف يمكن أن نستفيد من فرصة حلول عيد الميلاد المجيد لتسليط الضوء على قضيتنا ولتحريك الأسرة الدولية الصامتة في ظل هذه الظروف القاسية التي نعيشها كفلسطينيين في هذه الأيام؟ يعني وجود رفقة البطريرك في القدس، نحن ننتظر من رفقة البطريرك أن يقول كلمة فلسطين المسيحية للعالم. هذا دائما يحرص رفقة البطريرك على أن تكون قوية كفوان فلسطين، وأن يحاجب من خلالها المسلمين والعرب في بلادنا أولا، ويشدد على هذه الناحية أننا ونحن نعيش أعيادنا وميلادنا في بيتنا، نعيش أيضا فترة تحيط بنا عالم عربي يتألم حولنا، ونرى خاصة أن السادة العرب، سادة العرب، العرب اللي كانوا طول عمرهم سادة العالم، في هذا الزمن سادة العرب بذات، كرامة العرب بذات. لا أتكلم فقط عن الرؤساء، الرؤساء مش كلهم فقط وهم فقط سادة فلسطين وسادة العالم العربي، إنما هناك يعني الشعب بأكمله سيد على أرضه بذات كرامة هذا الشعب. ما يحدث في العراق؟ نعم، في العراق وفي إيران وفي سوريا وفي لبنان في كل المناطق، في السعودية وفي مصر، في كل هذه الأماكن التي نعيش فيها. نريد أن نشدد على هذه الناحية بأن كرامة الشعب الفلسطيني وخاصة سادة الشعب الفلسطيني بذات تحت الأقدام، وفي هذا الزمان العالم يتكالب على سادتنا ليدمرهم في كل مكان، تضرب أماكننا المقدسة، تضرب رؤسائنا، تضرب شرائعنا، تضرب عقائدنا. هذه الفوضى، هذا الجنون السياسي الذي نعيشه في الوطن العربي، هذا ما نريد أن من ضبة التطبيق أن يبلغه إلى العالم، ثم أن يخاطب قداسة البابا بأننا نريد من قداسة البابا مواقف عادلة أكثر قوة. هو نعم مع شعب فلسطين، هو من احتضن أبو عمار وقبله حين خرج من بيت لحم، لكن نريد من الكنيسة مواقف عادلة أشد قوة، خاصة كما ذكرت في هذا الوقت الذي يسود فيه الجنون السياسي. بالتأكيد قبل أن نتابع حديثنا، هناك اتصال هاتف أيضا، في اتصالات كثيرة، الناس بتحلوا لعيد الميلاد وأمل عند الناس بالاطمئنان وحلول السلام اللي بتتلعبه في الأرض. معنا الأخ محمد من الأردن الشقيق، أهلا فيك. السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام وتحياتنا لك ولكل أهلنا في الأردن. والله أنا أشكر الأب على الروح المعنوية العالية، وأشكره على الثقة العالية في النفس، وانه احنا اخوان من قديم الزمان. اكيد. يعني هل لديك رساله بالنسبه لحلول عيد الميلاد المجيد؟ الو. نعم الو. هل لديك اخ محمد، هل تسمعنا؟ وانا اشكر الاب واهنيه في عيد الميلاد. نعم. واهني الشعب الفلسطيني على الثقه العاليه بالنفس. شكرا. واشكرهم على صمودهم الدائم. واريد ان اقول للاخوه الفلسطينيين ان يشاركوا اخوانهم المسيحيين في هذه المناسبه. بالتاكيد اخ محمد، هذا يعني ما تعودنا عليه كفلسطينيين، ان نشارك بعضنا الافراح والاسراح ايضا، ويعني هذا حق وحريه عباده لكل المواطنين.
شكرا لك أخ محمد على هذا الحديث وهذه الكلمات. ومعنا أيضا اتصال من الطفلة فرح. أهلا فيكي. أهلا. أهلا فيكي فرح، من وين تحكي؟ من فلسطين. أهلا فيكي. إيش بتحبي تحكي في مناسبة عيد الميلاد المجيد بالقرب؟ وهل يعني بتحبي تقولي كلمة؟ أولا شكرا لمدرسة الدار اللاتين. أنت من مدرسة الدار اللاتين فرح. أهلا فيكي. معك الأب مانويل، إيش بتحبي تحكي تقولي له بمناسبة عيد الميلاد؟ بحب أول إشي أعيد عليك وأقول لك العام أنت بخير. وأنت بخير يا فرح. طب إيش يعني بيعني إلك عيد الميلاد أخت فرح؟ يعني ايوه بذكرك بذكرك بالفرح. ايوه. وهل بتحسي انه احنا في غزه مثلا يعني لدينا كل الافراح حاليا موجوده والاوضاع مستقره، يعني ايش بتتمني انه يصير في غزه في العام القادم مثلا؟ يعني بتحبي انه ينتهي الاحتلال بالطبع وينتهي القصف الاسرائيلي والضرب وان يكون لنا دوله فلسطينيه وان نحتفل فعلا احتفال كبير بعيد الميلاد المجيد؟ وطبعا نحتفلنا مع بعض. نعم. نخلينا نحس بالفرح. نخلينا نحس بالفرح. ان شاء الله يا فرح اسمك فرح انت، وبنتمنى انه يسود الفرح والبهجه كل انحاء العالم، خاصه انه عيد الميلاد المجيد يدعو للفرح والمحبه. الأب مناول كمان بدلهم التحيات. وشكرا كثير لك أخت فرح. ومعنا اتصال آخر. أهلا فيك، مين معنا بالصمت؟ صباح النور. أهلا فيك. أهلا فيك، تفضل. إذا ممكن تعلي الصوت شوية. أحب أسألك قصيدتي السلام. تفضل. منحوا للسلام منحوا وإن حفظوا طقوس السلام نحفظ. فرهن جنون الفخار حديدا يحمل سهقات الخريف فاصمد حولي لكي استعيد بعض الوقت في وقت يوقظ احباطهم في بعض العلاقات. فاصمد حولي اقرا بعض عدة تنفس حولي في غربتنا قصص تتفتح على احتقان الذاكرة على ظل الكحل خلال حاضر مثقل وجهين الصبح سلم حبا بالإرادة أرمم هنا بعض الوقت كل الشوارع تتلهج كم صاحب آهي تغيب في كل الجياد لعل الموت يسمو من شباك او تدرك بالمطرق كم نصر الجوع بعض اهاتي الانيابه. هل سالتم ما يفعل الموت حيث القناص الفضل في مناخ الحزن؟ اسال اين الملايين تنقض مره؟ هل اشجعكم من كثر الظل او غائب هنا عثرات الاطفال مثل الازهار تجمع الامهم على تراب احس من فاي باطلا؟ هل تعلمون ان حصاركم لنا خطوبة العلاقة بيننا؟ وهل تعلمون ان حصار قوانين السلاسل فاعيدوا الى السلام وانفضوا غباركم الاسود فنحن اتونا لكي ننتج بعضنا. شكرا لك اخ محمد على كلماتك المعبرة، وكل عام وانت بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد. ومعنا اتصال اخر من الاخ عماد من السعودية. اهلا فيك اخ عماد، تحياتنا لك. أعتقد أن هناك انقطاع في الاتصال، إذا يعني عدد كبير من المواطنين يهنئون بحلول عيد الميلاد المجيد ويتمنون أن يحل السلام العادل في كل المنطقة ونحتفل إن شاء الله يعني في هذا العيد كما يجب يعني. الخط الآن معنا من جديد الأخ عماد. ألو صباح الخير. صباح الخير، أهلا فيك. كل عام وأنتم بخير. أنت بخير، تحياتنا لك ولكل أهلنا في السعودية. الله يسلمك يا رب. بحب أحيي كل أفراد الشعب الفلسطيني البازل المقاوم وأجد على أجره، وأتمنى أنه كل الدول العربية تساعد الشعب الفلسطيني لتحرير القدس وتحرير كل الأراضي المقدسة. وبتمنى أيضا العيد القادم إن شاء الله سواء عيد إسلامي أو مسيحي يكون كل الأراضي العربية محررة. وبحيي بيتك الكريم الأب مانويل، وبتمنى إن شاء الله يعني يقضوا إخوتنا المسيحيين عيد ميلاد مجيد. وشكرا كثير لكم لاستضافتكم.
شكرا لك اخي عماد، نتمنى ان الامور تكون احسن وجودنا كمان بفلسطين وتحتفل معنا بعيد الميلاد المجيد في بيت لحم ان شاء الله. قبل ما نقول هل يعني من كلمه تود ان توجهها للعالم بمناسبه هذه المناسبه الجميله؟ اود ان اقول للعالم بانه نحن في فلسطين بحاجه الى عالم اكثر روحانيه، لأن العالم صار ناجي كثير وصارت كل الامور تسيف على يعني على المصالح. نحن نريد عالم اكثر روحانيه، ولهذا نريد عالم يفكر مع الله بالانسان، لا ان يقطع علاقته بالانسان. ثاني شيء اريد ان ابلغ قداسه البابا والشعب المسيحي في العالم تحيات غزة وتحيات فلسطين وتحيات بيت لحم وتحيات شعب فلسطين. نحن هنا باقون ونحفظ إيماننا ورجاءنا ومحبتنا ونحافظ على السلام الذي تسلمناه رسالة أبدية من المسيح ونرسلها إلى كل العالم، ولا خوف علينا نحن المسيحيين في هذه الأرض، فنحن في حضن إخوتنا المسلمين الجاد. ولكن نريد أن نبلغ العالم بأن حقيقة نحن في فلسطين أيضا بحاجة إلى حماية، بحاجة إلى حماية أطفالنا ورجالنا ونساءنا والناس المسلمين، بحاجة إلى رعاية أهل الشهداء وأطفالهم وأسرهم وبناء الأسرة الفلسطينية من جديد. ولهذا نرجوكم أن تبادروا إلى إغاثتنا وإخراجنا من هذا الجنون ومن بين هذه الوحوش المفترسة. حين تنظرون إلى إسرائيل أنها مجروحة في رأسها، نقول لكم إن الفأس الذي استعملتها إسرائيل لتقتل به الشعب الفلسطيني، هذه الفأس هي التي جرحتنا. الشعب الفلسطيني شعب سلام، شعب حب وحياة، شعب تضامن، شعب يحب الحياة ويحب الفرح. جبالنا لا بد أن تعود إليها الشباب والغناء والمرح. ونحن نريد من هذا العالم أن يعطينا سلام ويمنحنا استقرارا وحرية ويخلصنا من هذا العالم، من هذا الشر الذي نحن فيه، لنعيش ونصلي بأمان في أماكننا المقدسة ولشعب إسرائيل الذي يحيط بنا. يا إخوتنا في إسرائيل، نريد أن نؤكد لكم هذه الحقيقة، نحن الفلسطينيين نعيش على أرضنا، ليس لنا دولة، ليس لنا دولة حالية، لكننا نعيش على أرضنا وهنا أرضنا وشعبنا. دولتنا ستأتي جاءوا أم أبعوا ستأتي، ولكن أنتم تبحثون عن أرض ولكم دولة، ولكن تبحثون عن وطن. ولهذا تخرجون إلينا تبحثوا عن وطن في بيت لحم والقدس والخليل مصادرة الأراضي الفلسطينية. صدر تدروا لكم وطن. وطنكم ليس هنا. اخرجوا من هنا وارجعوا مع أبنائكم من أسد الذين رائحتهم رائحة الدم. اخرجوا معهم. اخرجوا إلى أرض ابحثوا عنها ووطن يبحثوا عنه. ولكن هذه الأرض أرضنا ونحن باقون بها. ونحن باقون بها. إذن يعني إسرائيل لا، إسرائيل لا تريد أن تدفع. إذن إسرائيل لا تريد أن تدفع ثمنا للسلام الممسود الذي تنادي فيه وتقول أنها تريد السلام، فهي لا تريد أن تعطينا حقوقنا المشروعة، ولا تريد أن تنهي الاحتلال الذي يعتبر آخر احتلالات العالم. ويعني هذا ما نطالب فيه هو حقنا الشرعي في إنهاء الاحتلال، وبعدها ستجود كل المسببات الأخرى لعدم وجود الأمن في إسرائيل أو غيرها. إذن هي لا تريد أن تستغل الفرصة التاريخية بوجود اتفاقيات مع الشعب الفلسطيني من أجل
التوصل الى سلام عادل. معنا الاخت ليلاش ايضا او الطفله ليلاش. اهلا فيكي ليلاش، صباح النور. اهلين ليلاش. أهمية الميلاد المجيد والسنة الجديدة، وإن شاء الله يعني السنة الجاية هيك بنكون في أرضنا فلسطين الحرة الأبية. شكرا لله لإلك، وإحنا دائما بنشوفك بالتلفزيون تقدمي برنامج تليجيم وأدائك رائع جدا، وشكرا بنحييكي. كل عام وأنت بخير أيضا بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد. يعني الأطفال والشباب والجميع بيحيوا وبيهنوا بعيد الميلاد، بيتمنوا كما تمنينا الآن من خلال حديثنا بالسلام العادل. لهم الحق أن يعيشوا في فرح مثل كل أطفال العالم. لهم الحق أن يتمتعوا في فرح مثل كل العالم. إسرائيل سلبت من الشعب الفلسطيني ومن أطفال فلسطين هذا الحق، ويجب أن تعيده إليه. لهم الحق أن يغنوا ويرقصوا ويلهوا ويلعبوا، هذه طفولتهم، ويجب ان يعطوا هذا الحق. وللشعب الفلسطيني له حقوق ويجب ان ياخذها. فمن كان يريد للعالم سلاما فليبحث عن الطرق. الطريق التي تؤدي الى السلام هي السلام، ليس القتل ولا النهب. ونرى اليوم يعني في الاخبار شارون يريد ان يتخذ خطوه قضية الجانب، اتخذها كيف تشاء، لكن بالنسبة لنا فعل هذه الخطوة انك فشلت في ان تحادث شعبا وان تستبين قلبه وان تكون شريكا في محادثات سلام مع شعب فلسطين. فشلت في حربك فتريد ان تفرد بالجزء. نعم. الحقيقة عدت الى طاولة المفاوضات وكن صادقا مع نفسك وقل الحقيقة لشعبك بأنك تدوس كرامة شعب فلسطين وأنك تأخذ أرضا منهم. نعم. ليست لك، وأنك من حقك تقتل أبنائهم وليس من حقك. وأنك تدمر أملاكهم وحياتهم. نعم. وتراهم كل شعبك أنك تصنع هكذا، فشعبك سيقرر أخيرا أن يلقيك في محفظة التاريخ المدر. وقد رأى شارون أنه استخدم القوة في حق الشعب الفلسطيني والإمكانيات العسكرية المختلفة، إلا أنه لن يستطيع أبدا أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني. وكلنا أمل أن يصيب السلام العادل والشامل كل المنطقة، ويعود حمامة السلام ترفرف على أرض فلسطين الحبيبة مهد الديانات ومهد المحبة والسلام. وتحية لك الأب منوي سلم راعي كنيسة اللاتين في غزة، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الميلاد. وأنت سامي.